التركيب، كل سنة وانتم طيبين وبلازما تشامبيون تيم، وحبيت المناسبة الحلوة دهيا، الحرب جاي والتراب معاك كتير، بتحصل حساسية في العين، احنا بنسميها الأمراض الطبيعية، هي بقى الحساسية الموسمية، ودي بقى نتيجة إن التراب بيخش جوه العين، بيبقى معاه حاجة اسمها حروق اللقاح، اللي جاية من الزرع من الورق، بتعمل حساسية كتيرة في العين. فأي حد يحس إن في حكة في العين أو في حساسية جامدة، يعني ممكن يجيش دكتور أو حتى يروح للدكتور، كل ما يكون منه بساطة شديدة، بيغسل عينيه بمية باردة، مية باردة مية باردة، بيعمل تمرينات مية باردة، بيغسل عينيه بمية باردة والمية الباردة بتخش جوه عينيه، ده بيشيل حبوب اللقاح أو الأجسام اللي بتهيج العين، فبالتالي هو شال الحاجة اللي بتهيج العين، ولو قدر كمان يلبس نظارة شمسية بتبقى حاجة كويسة، بس المية الباردة والغسول العين بيغسل عينيه بمية باردة بيساعد كتير على حل استرياء المشكلة، ويمكن يجنبنا إنها تتطور وينتهي الموضوع على كده، لو الله لا قدر الموضوع استمر لمدة يوم أو تلت يوم الحاجات دي اللي بروح الدكتور ويتابع معاه، بس مبدئيا الميه البارده الرسوم الميه البارده حاجه مساعده جدا، وان شاء الله نشوفك على خير في الفيديو.